مساء الفل واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وسريع من عالم السيرفر. الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم فيه على شنجان سي اس 35 بلس، اول مره تطرح في السوق المصري واول مره نتعرف عليها. تعالوا كده سريعا ناخد بصه سريعه على العربيه. مبدئيا العربيه بتنزل في السوق المصري بثلاث فئات. الفئه اللي قدامنا دلوقتي دي هي اعلى فئه من العربيه، اسعارهم كالاتي: اول فئه 400000 جنيه، ثاني فئه 420000 جنيه، وثالث فئه اللي قدامنا دلوقتي اللي هنتعرف عليها والاعلى تجهيزا من العربيه بتطرح بسعر 445000 جنيه. ابرز الفروق في مقدمه العربيه حاجتين مهمين جدا. اول حاجه عندنا الكاميرا الاماميه مع الكاميرتين الجانبيتين مع الكاميرا الخلفيه، يعني منظومه رؤيه محيطيه 360 درجه حوالين العربيه. الاختلاف الثاني هو الرادار الامامي اللي موجود هنا واللي بيديك وظيفتين مهمين جدا في السيفتي باكج بتاع العربيه. اول وظيفه هو منع التصادم الامامي، والوظيفه الثانيه هو الادابتيف كروس كنترول او مثبت ومحدد السرعه التفاعلي. مع ذلك هنلاحظ الاضاءه النهاريه اللي موجوده واللي عباره عن بار ال اي دي واصل ما بين الفانوسين اليمين والشمال بالشكل اللي احنا شايفينه ده. البار ده هنشوفه كمان ورا في الشنطه بتاعه العربيه، هنتعرف عليه برده لما نرجع ورا. عندك كمان هنا الاضاءه الرئيسيه بتاعه العربيه واللي بتيجي كمان ال اي دي في الثلاث فئات، مفيش فيها اي اختلاف. وعندنا كمان هنا تطعيمات من البيانو بلاك مع تطعيمات جواها داخليه باللون البرتقالي اللي موجود هنا، شكلها وكمان شيك جدا. هتلاقوها كمان موجوده في الفئه الثانيه من العربيه، يعني اللي قدامكم البيضه دي هي الفئه الثانيه برده موجود فيها نفس التطعيمات، وموجوده كمان على جنب العربيه زي ما هنشوف دلوقتي. طيب عندنا فتحات تهويه سفليه موجوده هنا، شكلها كمان شيك، في تصفيح اسفل المحرك. عندك كمان شبكه اماميه من البيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع، شكلها كمان مميز جدا وبتاخد حجم كبير من مقدمه العربيه، فبتدي احساس اجريسيف اكتر للعربيه. طيب عندنا كمان من الجنب سريعا كده، عندنا الجنب نلاحظ عندنا الجنط اللي بيجي مقاسه 18 انش في الفئتين الثانيه والثالثه، اما في الفئه الاولى فبيكون 17 انش. بروفايل الكاوتش 225 على 45 ار 18. طيب هنلاحظ ان هو كمان بيجي تو تون. عندنا كمان الفرامل الاماميه والخلفيه بتكون ديسكات، التنظيم او نظام التعليق الامامي بيكون ماكفيرسون والخلفي بيكون تورشن بيم هنا في العربيه. طيب بمناسبه نظام التعليق فخليني اقول لكم معلومات سريعه كده على منظومه الحركه في العربيه. العربيه بتنزل بمحرك 1400 سي سي او 1.4 لتر، بيجي متوصل بشاحن تربو، والمنظومه دي كمان بتبقى او المحرك ده كمان بيبقى متوصل بنقل الحركه اوتوماتيك دي سي تي او دول كلاتش ترانزميشن من 7 سرعات. بيطلع قوه حصانيه 160 حصان والعزم 260 نيوتن متر عند 1500 لفه. دي كده الارقام الخاصه باداء العربيه سريعا. مبدئيا كده من الجنب بقى خلونا نبص بصه سريعه. عندنا كيلس انتري بس مش موجود لباب الراكب الامامي، موجود لباب السائق فقط. هنلاحظ كمان التطعيمات اللي بتيجي باللون البرتقالي اللي موجوده على العتب بتاع الابواب من تحت، اللي هو في الاساس بيكون من البلاستيك الاسود المط وبيكمل معايا عند اقواس الكاوتش، وكمان عند اقواس الكاوتش في الخلف. هنلاحظ كمان ان اقواس الكاوتش بتاخد تطعيمات بلون العربيه هنا، كمان بتدي منظر مختلف شويه لتصميم العربيه. حتى تصميم العربيه كمان تحس ان هو ملموم شويه وشكله شيك وانسيابي وعصري في نفس الوقت. التصميم بتاعها تصميم مختلف شويه وملفت للنظر. هنلاحظ كمان المرايات الجانبيه زي ما اتفقنا، عندنا هنا الكاميرا الجانبيه اللي موجوده اليمين والشمال، لكن في الفئه الثانيه بيكون عندي كاميرا جانبيه يمين فقط بتشتغل زي بلايند سبوت ديتكشن كده او نظام كشف النقاط العمياء. عندنا كمان هنا الإضاءة التحذيرية الخاصة بالفرامل، ولو قفلنا العربية كده بالشكل ده هتلاحظوا إن المرايات الجانبية بتفتح وتقفل مع فتح وقفل العربية. طبعا في عندك سخانات علشان الشبورة والضباب برضو مضافة للمرايات الجانبية هنا في الفئة الثالثة. مفيش طبعا برايفسي أو مفيش الفاميل اللي موجود في الإزاز الخلفي ده مش موجود. عندنا روفلاكس موجودة في الفئتين، وعندنا كمان هنا الإزاز الخاص بفتحة السقف البانورامية اللي موجودة برضو في الفئتين الثانية والثالثة من العربية. هنرجع لورا شوية كده هنبص نلاقي عندنا الإضاءة الخلفيه اللي زي ما اتفقنا ان هي شبه الاضاءه الاماميه فيما يتعلق بالبار اللي موجود هنا، بار ال اي دي واصل ما بين الفانوسين اليمين والشمال. الاضاءه في الخلف بتيجي ال اي دي بالكامل زي ما احنا شايفين، وشكلها كمان مميز وتصميم مختلف كمان للفانوس زي ما انتم شايفين، في كسرات وفواصل كده شكلها كمان ملفت للنظر جدا. عندنا كاميرا خلفيه مشتركه ما بين الثلاث فئات، عندنا كمان السنسور الركن الخلفيه المشتركه او الموجوده ما بين الثلاث فئات، عندنا كمان الفتحات الشكمان اللي موجوده يمين وشمال، عندك فتحتين شكمان حقيقيتين موجودتين في العربية هنا. هنلاحظ كمان تعالوا كده هنزل لكم تحت شوية اهو عشان برضو تتأكدوا من فتحات الشكمان زي ما احنا شايفين، ونظام التعليق الخلفي بيكون طبعا ماكفيرسون زي ما تورشن بيم. طيب ده شكل ريموت كنترول بتاع العربية، شكله شيك
هنلاحظ كمان هنا عندي مجموعة أزرار للقفل والفتح، وهنا إدارة المحرك عن بعد، وهنا فتح باب الشنطة. لو عملت دبل كليك كده بالشكل ده الشنطة هتفتح معاك كهربائيا زي ما اتفقنا. وطبعا دي واحدة من مميزات الفئة الثالثة من العربية، مش موجودة في الفئتين الأولى والثانية. مساحة الشنطة في وضعها الطبيعي 409 لتر تقريبا، مستغلة بشكل كامل. مساحة كمان لطيفة جدا، تقريبا 409 لتر، مش فاكر 409 أو 403 في الحدود دي. لكن لما بتتني الكنبة الخلفية لو تنيناها، طبعا الكنبة الخلفية قابلة للطي 40-60، لو تنيناها بالشكل ده فبيزود عندك مساحة الشنطة لحد 950 لتر. طبعا عندك ستارة موجودة هنا، ممكن كمان تستغلها في انك تغطي اي حاجة موجودة هنا في الشنطة، ولكن هي ستارة طرية شوية فمش هينفع تحط عليها اي حاجة. وتحت هنا عندنا الاستبن، طبعا دي العدة الخاصة بيه، تحت كمان العدة دي موجود الاستبن في الدور الثاني الموجود من تحت. مفيش تجهيزات موجودة في الشنطة، يعني عندنا بس إضاءة هالوجين صغيرة موجودة، لكن مفيش أي تجهيزات أخرى. وواضح طبعا عندنا هنا إن أنا ممكن أرفع الشنطة دي، الجزء ده أو الأرضية دي من الشنطة ممكن تترفع ليه أكتر من مستوى. هي طرية شوية فما أعتقدش إن هي هتستحمل كتير أو وزن كتير لو رفعناها أكتر من كده، ولكن ده شكل الأرضية بتاعة الشنطة. طيب تعالوا بقى نفتح نقفل قصدي، وتعالوا كده نركب ونشوف أخبار مقصورة الداخلية للركاب إيه. طيب مبدئيا الماتيريال المستخدم واضح ان هو بريميوم، او واضح ان هو كمان شيك، مستخدم بشكل لطيف. هنلاحظ كمان هنا ده جزء من البلاستيك، وهنا كمان تطعيمات من البلاستيك بس بلون رصاصي مع مقبض الايد الشيك، لكن الجزء الاحمر ده بيكون من الجلد، كل ده من الجلد. جلد كمان الستيتشنج بتاعه او الخياطه بتاعته كمان شكلها كمان شيك وفانسي شويه. ونلاحظ طبعا انه الموجود هنا الفرش بالكامل بيكون باللون الاحمر، وهنا اماكن لتثبيت مقاعد الاطفال من الجلد. عندنا كمان هنا في الفئه الثالثه، مش موجود في الفئتين الاولى والثانيه، عندنا مسند الايد اللي موجود هنا مع اثنين كاب هولدر، وده مش موجود زي ما اتفقنا في الفئتين الاولى والثانيه. فتحات التكييف مشتركه ما بين الثلاث فئات، وفتحه يو اس بي خلفيه موجوده هنا برضو مشتركه ما بين الثلاث فئات. وهنلاحظ كمان انه مفيش نفق فتيس، فبالتالي ده هيدينا مؤشر انه المساحه في الجزء الخلف هتكون مساحه محترمه جدا. طيب عندنا فتحه السقف البانوراميه زي ما احنا شايفين، ده شكلها من جوه برضو مساحه كبيره جدا من السقف. عندنا بقى الكيلس انتري زي ما قلت لكم موجود هنا لباب السقف فقط. كرسي السائق قابل للضبط في وضعيتين فقط كهربائيا، عندنا همت الوضعيه بتاعت الكرسي لقدام او لورا بالشكل ده، لكن ارتفاع الكرسي يدوي، وعندنا كمان الظهر الضبط بتاعه بيكون يدوي بالشكل ده. طيب من جوه عندنا، تعالوا كده نركب. مبدئيا عجله القياده بتيجي مالتي فانكشن زي ما احنا شايفين، على يمينك هنا وحده التحكم في الانفوتينمنت سيستم بتاع العربيه، وعلى شمالك هنا الكروس كنترول اللي بيجي زي ما اتفقنا ادابتيف هنا في الفئه الثالثه من العربيه. زرار ستارت ستوب انجن موجود هنا. بعد كده عندك كمان، تعالوا كده نبص على شاشه العدادات. شاشه العدادات هنا بتيجي حوالي 10 انش تقريبا، بتيجي طبعا ديجيتال زي ما احنا شايفين. وبعد كده عندك هنا الشاشه الخاصه بالانفوتينمنت سيستم بتاعت العربيه، اعتقد بتبقى 12 انش او 10 انش حاجه زي كده برضو. طبعا فيها اوبشنز كتيره ممكن نتعرف عليها، بس يعني في ريفيو مفصل ان شاء الله نتعرف على كل الاوبشنز الموجوده فيها. طيب عندنا كمان هنا الجزء الخاص بالتحكم في التكييف، وطبعا هنلاحظ ان هو بيجي اوتوماتيك ولكن بيبقى منطقه واحده مش دول زون، وده طبعا اوبشن موجود في الفئتين الثانيه والثالثه. اما في الفئه الاولى فبيكون التكييف بتاعها بكر او تكييف يدوي عادي. نلاحظ كمان هنا فتحتين، فتحه يو اس بي وفتحه 12 فولت موجوده هنا، وهنا الجزء ده بيبقى شاحن وايرلس، وده برده اوبشن اضافي موجود في الفئه الثالثه مش موجود في الفئتين الاولى والثانيه. عصايه نقل الحركه اللي موجوده هنا مع فرامل الايد الكهربائيه والاوتو هولد ومنظومه الرؤيه 360 درجه اللي هي الزرار الخاص بيها او الشورت كات الخاص بيها، وهنا كمان زرار خاص بسيف الريكورد بتاع الرحله لو انت عايز تسجل الرحله وانت ماشي عشان لا قدر الله في حوادث او حاجه ترجع تراجعها. عندنا اثنين كاب هولدر موجودين هنا، مسند ايد بيبقى بين الجلد بالكامل مع فاصل موجود هنا بيفصل ما بين الراكب الامامي والسائق، لكن ما فيش مساحه تخزين تحت او كونسول سفلي. هنلاحظ كمان هنا مساحه تخزين كبيره جدا وبتدي عمق لجوه كمان زي ما احنا شايفين، كل دي مساحه تخزين لكن ما فيش فيها برده اي تجهيزات اضافيه. بالنسبه لعوامل السلامه والامان في العربيه فهي تقريبا يعني نقدر نقول واحده، باستثناء انه هنا في الفئه الثالثه بيكون عندنا شويه اوبشنز زياده. زي ما قلنا عندك رادار امامي بيدي تحذير لمنع التصادم الامامي،
والكروس كنترول اللي بيبقى ادابتيف ده موجود في الفئه الثالثه فقط. بالاضافه كمان لعوامل السلامه والامان عندنا الاير باجز اللي موجوده في العربيه، عندنا 6 اير باج موجودين في الفئه الثانيه والثالثه، اما في الفئه الاولى فبيكونوا 4 اير باج فقط. ما عدا ذلك عوامل السلامه والامان المتعلقه بالثبات ومتعلقه بانظمه الفرامل فبتكون واحده وموجوده في الفئات الثلاثه، ما فيش فيها اي اختلاف. الايزوفيكس عندنا انظمه احزمه الامان كمان موجوده وما فيش اي اختلاف بعد كده فيما يتعلق بعوامل السلامه والامان. هلاحظ ان المرايه الخلفيه بتيجي اوتودامينج زي ما احنا شايفين حتى في الفئه الثالثه كمان من العربيه، وعندنا كمان هنا نظام الإضاءة اللي بيبقى سوفت إلى حد ما ولكن بيبقى الإضاءة بتاعته هالوجين، ما هياش إضاءة LED لكن لونها أبيض. كمان هنا كمان عندنا فتحة السقف زي ما اتفقنا، تعالوا كده نبص عليها بصة كده، بفتح السقف اهو بيفتح لحد نصها تقريبا، وطبعا بتدي كمان إضاءة وبتدي يعني منظر كمان شيك للعربية. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بالخمس دقائق اللي تعرفنا فيهم على شنجان CS 35 بلس SUV اللي تقريبا نزلت تنافس في السوق المصري حاليا بسعر يعتبر الى حد ما مقارنه بمنافسينها مع مجموعه من التجهيزات تعتبر مناسبه الى حد ما. ان شاء الله استنونا في الريفيو المفصل والكامل للعربيه هنتعرف فيها على كل ما يتعلق بيها. اشوفكم على خير ان شاء الله في عربيه جديده وريفيو جديد. مع السلامه.